السلام عليكم. اليوم التصوير في شوارع العاصمة الأردنية عمان، من منطقة خلدة إلى بوليفارد العبدلي. مناظر جميلة جدا، واليوم بتشوفون شوارع العاصمة الأردنية الجميلة، وخصوصا منطقة البوليفارد. والبوليفارد هذا صراحة لما وصلنا عليه منطقة جميلة جدا، ومن أضخم وأكبر المشاريع الاستثمارية في المملكة الأردنية الهاشمية وفي العاصمة الأردنية عمان. صراحة مشروع ضخم، وتم بدء العمل فيه تقريبا في عام 2014، وتم افتتاحه قبل فترة. صراحة شيء يرفع الرأس وشيء جميل جدا. أما بالنسبة لقصة اليوم، قصة اليوم من مصر، وتحية خاصة لجميع الإخوة والأخوات المتابعين من جمهورية مصر، ولا يهون السامعين جميعا. قبل لا نبدأ في سرد أحداث القصة، لا تنسونا من اللايك والاشتراك، بارك الله فيكم. في بداية الثمانينيات، وفي إحدى القرى الريفية في مصر، فيه رجال ينقال له أبو جمال. أبو جمال رجل محترم ومتزوج من أم جمال، وعنده جمالة كبير، وعنده 4 بنات غير جمال. والرجل هذا أبو جمال حاله حال أبناء القرى في الريف المصري، يعمل في الزراعة، ولكن الرجل عنده أرض صغيرة جدا، والمحصول اللي يزرع فيها الأرض يهدوب يعني يكفي مصاريف هالعائلة. والرجال أبو جمال كان يعني عنده طوق النجاة الوحيد اللي متأمله من الله سبحانه وتعالى بابنه جمال الوحيد هذا على 4 بنات. جمال كان يدرس في المدرسة في هالقرية، ولكن جمال كان من الطلاب المتفوقين في المدرسة. من أول ما دخل المدرسة الولد دائما يجيب الأول، خلص المرحلة الابتدائية ودخل في المرحلة الإعدادية وكذلك المرحلة الثانوية، والولد دائما الأول على المدرسة ويجيب شهادات الامتياز. وينجح الولد جمال هذاك اليوم في المرحلة الثانوية ويحصل على علامات عالية جدا، والعلامات هذه تخول الولد أنه يدرس الطب. ولكن المشكلة الآن عند المسكين أبو جمال، رجال فقير وعلى قد الحال، والولد هذا إذا وده يروح يدرس في العاصمة المصرية القاهرة، ومصاريف الروحة والجية والسكن وكذلك متطلبات الجامعة وأكل وشرب، الرجال ما هو قد هالمصاريف هذه. إلا أن الرجال أبو جمال كان حاط الأمل بالله سبحانه وتعالى في البداية، وبعدين بالولد جمال، لعل وعسى أنه ينقذهم من حالة الفقر المذري اللي عايشين فيه. جمع أوضاعهم سيئة جدا، أو الأوضاع المادية، والرجل أبو جمال يعني يطلع من الصبح ما يجي للمغرب يعمل فيها الأرض، وكذلك يعني في وقت الفراغ لما يعني يخلص عمله في الأرض يعمل في المزارع الأخرى عن سكان هالقرية، الأجل أنه ما يحتاج حدا ويأمن لقمة العيش البنات وزوجته وابنه هذا جمال. ولكن الآن المرحلة مصيرية، لازم أنه أبو جمال يضغط على نفسه حتى أنه يعني يمكن أنه يتدين الأجل أنه يرسل ابنه على القاهرة أو يدرس الطب، وبعد ما يتخرج يعني يرفع اسم العائلة، وكذلك يصير عنده راتب ويفتح هذيش العيادة، ولا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وفعلا يقوم أبو جمال كلم أم جمال وقالها يا أم جمال، الولد الآن علاماته عالية جدا، وحرام أنه يعني نقصر في حقه. أم جمال عندها خاتم وعندها حلق، قامت باعت الخاتم وباعت الحلق هذا، وأعطت جزء من الفلوس هذه الجمال، وقالوا يا جمال الآن الفلوس حاضرة، واركب وروح على القاهرة وسجل في الجامعة، وإن شاء الله إن يعني الله سبحانه وتعالى يقدرنا على مصاريف الجامعة الحين ما تتخرج. وفعلا يركب الولد هذا جمال على القاهرة ويصل ويسجل في الجامعة، وتم القبول، لأن الولد ما شاء الله تبارك الله جايب العلامة شبه التامة، ناقصة علامة ولا علامتين، تم قبوله مباشرة.
سجل في الجامعة وانبسط الولد وبدأ يداوم فيها الجامعة. والولد هذا جمال لشدة ذكائه وعبقريته كان حتى في الجامعة دائما يجيب الأول مع مرتبة الشرف، ولا واحد في طلاب هالجامعة انه يقدر يعني يجمع علامات لو في يعني بفارق بسيط بينه وبين جمال، في فرق شاسع بينه وبين الطلاب الآخرين. أو يبدأ الولد هذا يستمر الدراسة في هالجامعة، وكل فترة والثانية يجي على أبو جمال علشان ياخذ المصروف. والمسكين هذا أبو جمال الرجال ما عنده غير رحمة الله اللي هي أحسن من كل شيء، ولكن الولد هذا صار الآن يعني في منتصف الطريق، صار أبو جمال يتدين من الجيران ويتدين من هذا ويتدين من الأقارب ويعطي الفلوس هذه الابن جمال، وجمال كل ما يجي يفرح أبوه بالنتائج اللي قاعد يحصل عليها، ويعني يقول أبوه التعب اللي تعبته والفلوس اللي قاعد أصرفها أنا هذه ما راحت سدى، أو لعل وعسى الله سبحانه وتعالى يوفقني وإني أقدر أوصل للشيء اللي أنا حاطه ببالي وأرفع راسك يا أبو جمال. وأبو جمال ما كان يقصر أبدا، حتى إلى درجة أنه الرجل صار يبيع بعض المقتنيات عنده في المنزل، واضطر أنه يبيع سقف إحدى الغرف، شال السقف وباع السقف هذا اللي حاطينه وباع الخشب الأجل يأمن الفلوس. الجمال هذا الولد كان في قمة الأخلاق، وشاب خلوق ومؤدب ومحترم، وكذلك حافظ لكتاب الله وبار بأمه وأبوه، وأبو جمال وأم جمال يدعون بالليل وبالنهار الله يوفقك يا جمال، إن شاء الله تمسك التراب يقلب بإيدك ذهب، وتروح الأيام وتجي الأيام. وبعد مرور فترة الدراسة كاملة فيها الجامعة وتم التخرج هذاك اليوم، تخرج الولد جمال من الجامعة بمرتبة الشرف. وكان حلم جمال الولد هذا الآن صار طبيب، ولكن حلمه أنه يصير معيد في الجامعة، ومن شروط المعيدين أنهم يكونون حاصلين على درجات عالية أو في تقدير بالحد الأدنى جيد جداً، وعلامات عالية في الاختصاص اللي لازم يدرسون فيه في الجامعة، والشيء الآخر أنه يكون محمود السيرة وحسن السلوك، والمواصفات هذه تنطبق كلياتها على جمال. جمال يعني متخرج بمرتبة شرف وسيرته حسنة في الجامعة، ما عنده مشاكل، سجله نظيف، يعني الولد هو على رأس قائمة المعيدين اللي لازم يتسجلون فيها الجامعة. وكانوا مسوين إعلان للمعيدين وكذا، يجي هذاك اليوم جمال على يعني يقرأ قائمة الأشخاص المعيدين في الجامعة، قرأ الأسماء، أول واحد ثاني واحد ثالث واحد، يعني اسمه ما هو موجود فيها القائمة، استغرب الموضوع ويقوم يطلع على عميد الكلية: السلام عليكم. وعليكم السلام، خير يا ابني، بيش اقدر اخدمك؟ قال: انا جمال فلان فلان. قال: اي نعم عارفك انا، بس يعني شنو مشكلتك؟ قال: يا استاذ او يا دكتور، يعني انا ماخذ الاول على دفعتي بمرتبة الشرف، واللي جو بعد مني الثاني ولا الثالث ولا الرابع ما في يعني نسبة انك تقارنهم معاي بالنسبة للدرجة اللي حاصل عليها انا. قال: طيب عارف هذا الموضوع. قال: ليش اسمي ما هو من بين المعيدين؟ ويقوم يرد عليه الدكتور، قال: يا جمال انت ودك تعلمني شغلي انا عميد الكلية؟ قال له: لا يا دكتور، انا ما ودي اعلمك شغلك، ولكن انا المفروض اكون يعني من اول المعيدين. قال له: اطلع برا المكتب لا الان، يعني انقلك او احطك في منطقة نائية وبعيدة جدا. وطبعا جمال كان حلمه أنه يصير معيد في الجامعة لأجل راتبه يكون عالي، وكل سنة يزيد أو كل فترة والثانية يزيد راتبه، غير لما يكون مثلا في هذاك الوقت يعني يصير طبيب عادي أو طبيب صحة، ويتوظف في أحد المشافي الحكومية ولا أحد المراكز الصحية
في إحدى القرى ولا البلدات، أو أنه يروح يدخل في المشافي الخاصة وهات عاد لحد ما يكون اسم وينشهر. فكان أمل الولد أنه يكون معيد، ولكن هذا كلام عميد الكلية، وتفاجأ الشاب وقال له اطلع، لا أحسن يعني أحطك في مكان بعيد جدا. طلع الولد وقال حسبي الله ونعم الوكيل. والآن المشكلة جمال شلون ودي يرجع لعند أبوه ويبلغه بهالخبر هذا. طبعا أبو جمال باع اللي فوقه واللي تحته لحد ما وصل جمال إلى هالمرحلة، وأبو جمال ما عنده فلوس لأجل أنه جمال يفتح عيادة ولا يستأجر عيادة ويجيب المعدات اللازمة، ويركب المسكين هذا جمال من القاهرة ويرجع على القرية. لما وصل البيت سلام عليكم وعليكم السلام، أبو جمال كان يعني في هذاك الوقت نهاية الخمسينيات، والرجل شاف ابنه جمال وجهه ما هو زين. والولد من أول ما جه دخل على غرفته وسكر الباب، شوي يقوم يدخل أبو جمال على ابنه، خير يا ابني يا جمال، أشوفك ما أنت فرحان، ما أنت مبسوط، شنو اللي صاير معاك؟ هذا ما شاء الله عليك تخرجت والآن راح تصير معيد في الجامعة. طبعا جمال كان قايل لهم وشارح لهم عن الوضع، قال والله يا أبو جمال الموضوع كذا وكذا وكذا، عميد الكلية طردني وحاط بدال ما أكون أنا من أول المعيدين حاط ابنه وابن أخوه هم المعيدين من الدفعة اللي أنا فيها. شلون يا جمال؟ قال والله يبا هذا اللي جاك، وأنا الصراحة ماني عارفان شنو ودي أقول لك بعد هالأمر اللي صار، وأنت ما قصرت جزاك الله خير، درستني وبعت اللي فوقك واللي تحتك لأجل أني قدرت أحصل على الشهادة، ولكن يبا هذا اللي أقدر عليه. قام المسكين أبو جمال قال لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل في عميد الكلية هذا. وصارت الدنيا المغرب، تعشوا الجماعة وسهروا لهم هذه السهرة، وكانوا حزينين جدا خوات جمال وأمه وأبوه على هالموقف اللي حصل. والولد قال لك يعني ما في غير أني يعني أتوظف في أحد المراكز الحكومية، المراكز الصحية أو أحد المستشفيات، أو يعني ما باليد حيلة. نامت العيلة هذاك اليوم قعدوا الصبح على مصيبة. لما قعدوا قعدت أم جمال تفيق أبو جمال، أبو جمال لا من إيده ولا من أجره. صارت تصيح أم جمال فزع جمال وفزع عن البنات، وإلا الرجل منتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. حزن جمال حزن شديد على والده أبو جمال اللي ما قصر معاها أبدا، وتذكر الموقف اللي حصل بينه وبين عميد الكلية وقال يا ريتني ما قلت لأبوي. هذا المسكين أبو جمال الظاهر صابته جلطة حزنا على المرحلة اللي وصل لها ابنه جمال، وبعد ما باعوا كل شيء وتحسب الله سبحانه وتعالى والرجل توفي. بعد وفاة أبو جمال وتمرض أم جمال، مرضت حزنا على زوجها أبو جمال وعلى الوضع اللي وصل له جمال. جمال بعد وفاة أبوه صار الولد حزين وانطوائي وقاعد في البيت وما هو عارفان شنو بده يساوي، لا عنده فلوس لا عنده أرض يبيعها، أبو جمال بايع الأرض وما عنده غير هالجدران وهالسقف اللي واقيهم من أشعة الشمس ومن البرد، وكذلك عنده الأربع خوات هذن اللي يودهن أكل وشرب وكسوة. المهم بعد مرور فترة من الزمن حوالي شهر زمان وتتوفى أم جمال رحمة الله عليها حزنا على زوجها وعلى ابنها جمال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الولد هذا بعد التعزية اللي حصلت لوالدته هام على وجهه وصار يمشي في هالأراضي وما هو عرفان وين ودي يروح وين ودي يتقبل ويقطع مسافات بعيدة جدا. وبعد هالمسافات هذه الولد نشف ريقه ويمر على إحدى القهاوي الموجودة في القرية هذه اللي وصل عليها، وقال له خليني أبل ريقي بكاسة شاي وبشوية مي. دخل على القهوة والولد هذا ما بجيبه الجنيه مثل ما يقولون. المهم الولد قعد في القهوة وطلب شاي ومي وجابوا له الشاي والمي، ولكن الولد الآن صار يفكر شلون ودي يدفع ثمن الشاي هذا لصاحب القهوة
ما عنده مصاري شوي، وإلا يدخل أحد الشباب: السلام عليكم، أهلا يا جمال، كيف الصحة، شو الأخبار، أشوفك عندنا في المنطقة. قال له الظاهر هذا الشاب زميل الجمال كان في الجامعة من نفس الدفعة، وهو أحد أبناء القرية هذه. أهلا وسهلا بمحمد، الشاب هذا اسمه محمد، كيف الحال، الأخبار؟ قال والله يا محمد أنا وضعي كذا وكذا وكذا. لا تقول يا رجل، شلون يعني اللي صار؟ قال والله هذا اللي جاك، وبسبب هذا الرجل توفي أبوي رحمة الله عليه، وقبل أسبوع ولا أسبوعين توفيت أمي رحمة الله عليها، وشوفت عينك، حتى ثمن الشاي هذا اللي طالبه أنا ما عندي إياه. قام هذا الزميل جمال محمد قال له: يا جمال، لي عندك خبر راح يفرحك. خير يا محمد، شنو؟ قال: في لجنة من إحدى الدول الخليجية جاية على القاهرة، ودها أطباء من دولة مصر، ودهم الأطباء المتفوقين، يعني اللي ما لقى أو ما عنده قدرة يدرس مثلا، أو عنده طموح أنه يطلع يشتغل في دول الخليج. قال تركب وتروح على القاهرة وتقدم على عند اللجنة هذه، وهي موجودة الآن في القاهرة، وهذه الفرصة لا تفوتها أبدا. قال: يا محمد، أنا أقول لك ما عندي ثمن الشاي هذا اللي قاعد أشربه، شلون ودي أروح على القاهرة، ما عندي فلوس. قال له: عندي يا جمال. قال له: بكرة من الصبح تجهز نفسك وأنا أمر عليك بسيارتي. الولد هذا محمد أهله عندهم خير من الله، وجماعة الله معطيهم. قال على طول. المهم ثاني يوم من الصبح ويجي الولد محمد هذا بسيارته، ويركب معاه جمال، ويروحون على القاهرة على المركز أو المكان اللي مقيمة فيه اللجنة هذه، لجنة الأطباء اللي جاي من الخليج، الأجل يختارون بعض الطلبة أو بعض الأطباء ويأخذونهم للعمل في المستشفيات هناك. لما دخل جمال على المركز هذا لقى عدد كبير من الأشخاص المتقدمين على هالمسابقة هذه، ويشوف كل شوي يعني يدخل شخص 4-5 دقائق ويطلع، يطلع وجهه ما هو زين، يعني مبين النتيجة الظاهر أنه يعني مرفوض. ويجي دور جمال. لما دخل جمال على اللجنة هذه، الولد جمال لابس ثياب، يعني ما هي ثياب مثل ما تقول اللي يلبسها الطبيب ولا الشخص اللي دارس طب، ثيابه رث، والولد مبين عنه يعني أحواله سيئة جدا. والولد جايب معاه السي في أو الملف اللي خاص فيه، والشهادات اللي حاصل عليها والتقدير اللي حاصل عليه. اللجنة هذه لما شافت الشهادة اللي حاصل عليها الولد والتقدير، صاروا يتلفتون على بعضهم، وكل واحد يفتح الملف هذا ويعطيه لخويه ومستغربين. في النهاية لما كل اللجنة شافت ملف الولد هذا والتقدير العالي اللي حاصل عليه، قاموا قالوا له: يا جمال، على بساط أحمد يا أخي، أنت شكلك والثياب اللي لابسها والوضع اللي أنت فيه ما يوحي أنه أنت طبيب أو أنك حاصل على التقدير العالي هذا على مستوى العاصمة المصرية القاهرة. طيب أنت يعني معقولة؟ قالهم: نعم، أنا رجل فقير وما عندي غير رحمة الله سبحانه وتعالى، وصراحة تقدرون تراجعون الجامعة أنت وتراجعون الكلية اللي كنت أدرس فيها، ولكن أنا اللي حصل معاي أمر غريب جدا، واللي حصل كذا وكذا وكذا، وللصراحة ما عندي غير هثياب هذه اللي شايفيني لابسها، أو أبوي أفقر واحد في البلد اللي أنا عايش فيه. وصلف لهم على السالفة من أولها لآخرها. الجماعة اختبروا جمال، وجمال يعني يجونوا يسألونه بعض الأسئلة في الاختصاص وفي الطب. الولد ما شاء الله عنه نابغة، ذكي جدا. قالوا: يا جمال، احنا ودنا اياك جيب لنا جواز السفر علشان نضبط الامور ونرتب الاجراءات اللازمة وتروح معانا. قالهم: يا جماعة، اي جواز سفر واي دنيا، انا رجال ما عندي جواز سفر. قالوا: من بكرة صبح تروح وطالع جواز سفر. قالهم: يا جماعة، عندي خواتي 4 اظلهم بالقرية نايمات البارح من عدا عشاء، شلون بدي اطلع جواز سفر؟ انا ما عندي الا رحمة الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ويقوم واحد من اللجنة الطبية هذه ويطلع جمال برا ويفتح محفظته ويعطي جمال اللي فيه النصيب.
قال يا جمال تروح تشتري الخواتك وتلبسهن وتكسيهن وتطعمهن وتروح تطالع جواز السفر وتجي لعنا على هالمكان في أقرب فرصة أقرب وقت، ترى إحنا ودنا إياك ودنا ناخذك معانا على طول. الولد هذا لما شاف المبلغ اللي بين إيديه ولا بعمره ولا بحياته يحلم إنه يشوف هذا المبلغ. المهم قام الولد راح بدأ في إجراءات جواز السفر، طلع جواز السفر ورجع لعند خواته وشاورهم في الموضوع وقال سبحان الله الخير فيما اختاره الله سبحانه وتعالى يا جمال، روح الله والقلب داعي لك يا جمال الله يوفقك، وترك لهن اللي فيه النصيب ويقوم يطلع على القاهرة، ومن القاهرة الجماعة ضبطوا له الوضع ويسافر على إحدى الدول الخليجية وبدأ العمل جمال في مستشفيات هالدولة. وتروح الأيام وتجي الأيام ويصير جمال من أشهر الأطباء في هالدولة وينتقل من مستشفى إلى مستشفى، وكل مستشفى يقدم عرض أحسن من المستشفى اللي يعمل فيه. وجمال صارت المواعيد عنده اللي ودي يحجز موعد وده شهر ولا شهرين لحتى يقدر يقابل جمال 10 دقائق ولا ربع ساعة. أو تعرف جمال على مثل ما يقولون علية القوم فيها الدولة وصار أشهر من نار على علم، وكل الناس تسولف في سيرة الدكتور جمال على الإنجازات اللي حققها والعمليات اللي قام فيها على مستوى الخليج العربي. وفي هذاك الوقت كان في جريدة أو مجلة اسمها جريدة الإهرام، ويقوم الدكتور جمال يكتب هالقصة اللي حصلت معاه في زاوية كانت مخصصة لبريد القراء، والأمر هذا معروف لكثير من الإخوة والأخوات اللي لحقوا الجرائد هذه وقروا فيها. لما كتب قصته هذه في زاوية القراء ويقرأها الطبيب اللي هو عميد الكلية اللي عين ابنه وابن أخوه معيدين في الكلية وما رضي يعين جمال، ويقوم في العدد اللي جاء بعد العدد هذا اللي كتب فيه جمال قصته ويرد العميد هذا عميد الكلية قر واعترف باللي سواه، قال اي نعم انا عميد الكلية فلان بن فلان واللي حصل اني حرمت هذا الرجل من حقه، ولكن اللي حصل معاي امر عجيب وغريب. اللي حصل مع عميد الكلية هذا انه بعد ما يعني العمل الطويل في التدريس وفي الطب وفي الجامعة، وكان هذا الرجل يملك مجموعة من المراكز الصحية والمستشفيات، فقرر انه يرتاح من تعب هالحياة ويقوم يسوي وكالات شرعية لابنه وابن اخوه في هالمستشفيات لاجل انهم يديرون الاعمال. والرجل خلاص ما عاد هو فاضي وكبر في العمر، وقال لك يعني ابني وابن اخوي يديرون هالمشاريع وهالمستشفيات. والرجل هذا العميد كان يعني رجل معروف جدا، ولكن اللي حصل بعد فترة من الزمن من تولي الابن وابن الاخ ويقومون يستولون على كافة الاملاك املاك عميد الكلية هذا وخلوه ايد من ورا وايد من قدام، وعلى اثر العمل هذا او الشيء اللي حصل ويصاب الرجل بعدة امراض عدة جلطات، وصار الرجل بحاجة الى علاج في المستشفيات. ويقول عميد الكلية هذا انه حلمه انه يدخل احد المستشفيات اللي كان يملكها واستولى عليها ابنه وابن اخوه انه يتعالج في المستشفيات اللي كان يملكها، إلا أن ما عاد يخلونه يدخل على المستشفيات هذه إلا يدفع فلوس، والرجال ما ظل عنده شيء وأصبح يتعالج في أحد المشافي الحكومية على يد الأطباء اللي تخرجوا من تحت يده في سابق الزمن. وكتب عميد الكلية القصة هذه في رده على الدكتور جمال، وكتب في النهاية أنه يطلب الصفح والسماح من الدكتور جمال على اللي سواه فيه. في العدد الآخر يرد الدكتور جمال يقول فيه انه علمت ما قد علمت عن حالك ووضعك، ولكن هذا جزائك اللي خذيته في الدنيا، واما انا فاطلب حقي من الله يوم القيامة.
وكان جمال يعتقد أنه عميد الكلية هو سبب وفاة أمه وأبوه وحرمانه منهم. كانت هذه نهاية القصة. لا تنسونا من اللايك والاشتراك. بارك الله فيكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.